نمشيو لصفاقس ومعنا بالتليفون سيد سليم مراكشي الناطق الرسمي باسم الاتحاد الجوي لوتيكا بصفاقس، اللي البارح كان صرح الاتحاد الاضراب الجوي العام على خلفيه ازمه النفايات خارج عن سياقه في الوقت الحاضر. علاش التصريح هذا سيد سليم مراكشي؟ صباح الخير. بخير، مرحبا بك ومرحبا بكبت مستمعي شمس فم. شكرا لقبولك دعوتنا الصباحية. إذن تعتبروا أنه اليوم الإضراب العام خارج عن سياقه وخارج عن الوضع اللي تمر به صفاقس اليوم خاصة في الوقت الحاضر، علاش عندكم الفكرة هذه والرأي هذا سي سي مراكش؟ شكرا. هو مش خارج على الوضع، احنا البيان اللي خرجنا البارح قلنا كونه الإضراب التوقيت نتاعه اليوم ما عادش عنده مبرر. احنا كي في صفاقس كي كان اقرار الاضراب العام في 10 ديسمبر كان كنا الناس كل متفقين على تنظيم الاضراب العام، وكان السبب واضح اللي هو تنصل الدوله من مسؤولياتها وعدم الى الاهتمام لموضوع النفايات الصفاقس سواء على المستوى الوطني ولا الجهوي. وسيد سليم كان تسمح كي تقول الناس كل، يعني كل مكونات المجتمع المدني وجتتي وتيكا اتحاد ولا صحيح والمجتمع المدني وبقيه المنظمات كنا جلسنا مع بعضنا وكان فما اتفاق في نظرا معناتها للصمود ولعدم تفاعل السلطات المركزيه والجهويه لاقرار الاضراب العام. وقع بعد تأجيره بعد ما وقع تعهدات من السلطات المركزيه واللي للاسف من بعد ظهر كونه من التعهدات ما التزموش بها. دونك مؤخرا بعد ما عودت ظهرت مجددا مشكلة النفايات اللي ولات كلنا نعيشوا في مصابات عشوائية في كل مكان في الساقس، دونك الاتحاد الشغل دونك بمبادرة فردية منه قرر الإضراب الجهوي العام ليوم 16 جوان. دونك احنا وقت كنت عطينا التجارة ما كناش رافضين المبدا نتاع اضراب العام، اما كنا رافضين التوقيت، قلنا احنا حتى كي باش نعملوا اضراب عام ما يلزمش مع اضراب العام الوظيفه العموميه، معناتها انت خلي لاكورد دو ساكس وحدها كي نعمل فيها يوم غضب، وخلي المساله النقديه نتاع 16 جوان هيك تكون. يعني كنتوا اقترحتوا تغيير موعد اليوم هذا الوقفه الاحتجاجيه التضامنيه. معناتها انت اليوم 16 جوان كي باش تعمل وقفه في الوسط في ساقس باش عباد تحتاج، اسكو باش تحتاج على الزبله هاكم ولا على الوظيفه العموميه ولا الامور النقابيه؟ دونك من ناحيه الشكل كنا رافضين، اما من ناحيه المضمون ما كناش رافضين الاضراب العام، خاطر وقتها دخلنا الجمعتين التالي ما كانش عندنا لا والي لكن عندنا صوره مركزيه كنا في تغييب تام. كي نضاف معطى جديد منذ اسبوع كون وقعت عين والي على ساقس. وقعت عين والي سيد فاخر الفخفاخ. سيد فاخر الفخفاخ. ولاحظنا كونه السيد ملي تسلم مقاليد الولايه هو يختم صباح المساء على موضوع النفايات. معناتها احنا نتبعوا فيه كاتحاد الصناعه والتجاره، السيد طالع هابط لتونس يختم 24 على 24 باش يحل المشكل. دونك احنا السبب اللي قرر من اجل الاضراب العام الجهوي نتاع النفايات جزء كبير منه ولا غايب اليوم. يعني حبيتوا تعطيوا فرصه ومهله للوالي الجديد. صحيح، دونك احنا قلنا اليوم احنا نخيلوا كونه اليوم مادام لقينا فما سلطه جهويه اللي حارصه على الموضوع واللي بادله قصارى جهده، يا خويا هات نعاونوا السيد، هات نقفوا معك منظمات كمجتمع مدني ونحاولوا نعاونوه ونحاولوا نلقاو الحل. معناتها نشوفوا هذا اليوم يكون اجدى للجهه من الاضراب العام، والاضراب العام يا خويا اجلوا، اعطي مهله واعطي فرصه للوالي الجديد، ونقفوا معه يا خويا بالك نلقاو حل. وزيدوا السيد الوالي في اللقاء معه البارح اكد لنا كونه السيد رئيس الجمهوريه شخصيا قال لك راهو يتبع في الموضوع يوميا. وحارس باش المشكله هذه تحل في اقرب الاوقات في الايام القليله القادمه. ومعاونه احنا مش حد نظن فيهم، احنا قاعدين نراقبوا في السيد ولي في تحركاته وفي ايش قاعد يعمل. بعد قلت لك السيد يخدم من 8 نتاع الصباح لنص الليل رياكتو على موضوع الزبله. دونك انا اليوم اخويا هات نعاون السيد هذا، هات نقفوا معاه، هات نشوفوا نجم نعاونوه، هات نلقاو حل من بعضنا، هات نتكاتفوا. الاضراب العام اليوم قلنا خارج على السياق وفي التوقيت هذا، اليوم كي تبدل معطى جديد وكي جاء والي ولا عندنا سلطه جهويه جديده نشوفوا كونه السياق ما عادش نتاع اضراب عام، السياق نتاع تكاتف المجهودات نتاع الناس كل بعضنا ونخلي كل حد حساباته على شيره، ونقفوا مع السيد الوالي ونحاولوا نلقاو حل، واذا ما لقيناش حل يا خويا اضراب عام مؤجل. حتى هذا الموقف نتاعنا كاتحاد التجاره والصناعه والتجاره. نفهم من كلامك سيد سليم مراكشي اللي انتم اليوم يعني عندكم برشا امل في اللي باش يقدموا الوالي الجديد. نعرفوا صار جدل صغير على تعيين السيد فاخر الفخفاخ، ولكن يبدو انكم راضين على تعيينه كوالي على الجهه. شوف يا مدام، احنا الرضا يجيب الفعل وبالنتيجه.
احنا قلنا المؤشرات اللي شفناها من نهار اللي تسمى تو عنده اسبوع نراقبوا في السيد كونه قاعد ماخذ الموضوع بجديه ويشتغل على الموضوع عنده 16 ساعه على 24 هيك اللي احنا ما نمشيش بالنوايا شو بالفعل كي في شخصه يعني بخلاف ملف النفايات فما ما يعني قبول لتسميه السيد فاخ الفخفاخ في صفاقس فما قبول احنا اول مره في صفاقس يسمى والي من جهه دونك احنا ما نجمو كان نفرحوا كي نقولوا هذا انسان عايش في صفاقس وعارف مشاكلها ويعرف حلولها ومتمكن منها ديجا هيك يفضل الجلسه النبض من ربحوها خاطرك يجيك ولي جيت تحب له على الاقل ذات اربع شهور باش يفهم الولايه ويفهم مشاكلها ويفهم هذا السيد ولد الجهه وابن الجهه وعايش فيها ويعرف مشاكلها دونك احنا نتوسموا فيه الخير وان شاء الله كما اما يتبقى باش نقول لك الفرحه بالولي ما تكون كان بعد النتائج طبعا النتائج نتاعو نجمو نقيموه طبعا السيد سليم مراكشي لوتيكا صفاقس عندها مقترحات لملف النفايات قدمته ببرنامج يعني منذ يعني 8 أشهر ونعرفوا ازمه النفايات عندكم انتم تصور احنا تصورنا واضح وسهل احنا قلنا لهم راهو اليوم كقطاع خاص وكمستثمرين خواص رانا عندنا عباد مستثمرين مستعدين للاستثمار في رسكلد وتثمين النفايات سواء توانسه ولا اجانب. قلنا لهم يا سيدي ها نسهلوا عليكم كدوله لا تصرف ولا تعمل انفستمون ولا تعمل حتى شيء، اذا اعطيني ارض مؤمنه اذا عندك اراضي دوله بقى عندك الاف الهكتار في الساقس، اذا قلنا خويا هام 10 ولا 20 هكتار وراه مؤمني. هاتوا نحل لك مشكله روحنا، هاتوا القطاع الخاص يتصرف ويحل لك مشكل ويستثمر في النفايات ويحل لك مشكلتك. اكثر شيء من هكا. مطلبنا كان ارض مؤمنه اما احنا مش في صفاقس اليوم ما عادش نستثمروا احنا كل معتمدين يقول لك مش مصاب يا خويا انت كدوله اعطيني ارض وامنها لي وهذا نحل لك مشكلتك اذا المشكل الاساسي هو في ارض يعني تكون على ذمه بعض الشركات او شركه كما قلت كنت تقول تونسيه واجنبيه لتثمين النفايات وتلزم تكون في اطار البي بي بي علاش لا لازم الدولة تدخل هي بالأرض وتكون في إطار الشراكة القطاع العام القطاع الخاص. ونذكروا سيد سليم مراكشي أن الدولة كانت حطت على ذمة صفاقس أرض ولي ولكن رفضوها الناس المتسكنين هذيك بحث الأرض. رفضوها صحيح رفضوا وحطوا في المحرس رفضوها حطوا في الليمية رفضوها. هنا ديما نرجعوا لعدم الثقة يا أخ مريم بين المواطن والدولة. اليوم المشكلة الكبيرة نتاعنا هي غياب الثقة. يقول لك أنت في صفاقس معناتها ما فما حتى مشروع عطني به ونفذته، انت اليوم تجي تقول لي باش نعمل لك مشروع مندمج نتاع تثمين النفايات ورسكلتها ومن بعد باش يقعد مصبح يده كما يقعد مصب، ما يصير منه شيء. دونك في غياب الثقه هذه الجهات الكل اللي يقول لك اخويا مانيش مصب. دونك احنا اليوم قدام مشكله كبيره هي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الدوله وقت تفعل وتنجز. تعاود تسترجع الثقة بينه وبين المواطن ونتفهم المواطنين اللي هما ما يحبوش زادة جهتهم تكون مصب متاع نفايات زادة هذا صحيح 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 يقول توني جيني منزل شاكر اللي هي في آخر معتمديات تصنيفا في الفقرة في تونس يقول لك إني 60 سنة ناسيني ونهار اللي جيتني جيب لي مشروع متاع زبلة يزون قبل توريزون معناتها بكل صراحة يقول لك انا لا عندي ما عندي شيء من التلميذ شيء ما عندي والنهار اللي ذكرتني بمصاب نتاع زبله دوك راه جيت لهم تعذر يا اخت مريم باش نمشي لموضوع سيد سليم شاكر اغتنم فرصه وجودك معايا على الهاتف مراكشي سامحني الله يرحمه علاش باش نقول لك هذا لان وانت حكيت على منزل شاكر وقلت وبعثوا لي صور من المقبره اللي مدفون فيها الزعيم هادي شاكر هذاك علاش انا باش نحكي عن الموضوع وروني صور الحقيقه توجع على المقبره والوضع اللي فيه يعني قبر الزعيم هادي شاكر و يعني اللي هما عائلاتهم مدفونه في المقبره هذيا وقالوا كيفاش اليوم ما فماش حتى تواجد من السلطه غاديكا وانها تعطي قيمه حتى لزعمائنا بعد وفاتهم. هوني انت ك يعني مواطن تونسي وفي صفاقس موجود كيفاش تتفاعلوا مع الاوضاع هذه؟ والله شو نتاعك تو انت عطيتني المسائل هو شيء اسف كون اليوم ما نتلاوش بزعمائنا اما احنا يا اخي قفنا في هذه انتوما ما زوز زبله خليه تذوب مقبره معناتها باش نكونوا واضحين احنا اولويات كبيره ما عملوهاش الدوله عندك غياب دائم للدوله اليوم عرفت واضحين يعني هذا دليل اخر على غياب الدوله يعني بعد يقول لك اذا الزبله ما هزاش باش تحبوا يديها لك بمقبره ويريقلها للاسف للاسف معناتها قلت لنا بعض يعطينا ساعه نعملوا اولويات نتاع احنا ما عندناش ماء في ساقس احنا بخلاف الزبله اليوم ساقس ما فيهاش ماء معناتها عندنا مناطق شطر ساقس عندها شهر ما غير ماء على حتى نوصلوا باش نجاوب القبور نتاع الله يرحمهم احنا ماذا بينا بالعكس احنا هادي شاكر هكا زعيم وطني وكان دنيا راهو
المقبره نتاعو يكون مونيمون. هذا اش حبيت نسمع؟ هذا اش حبيت نسمع منك؟ هذا اش حبيت نسمع منك؟ مالوريزمون الله يغلبك. شكرا لك سي مراكش ناد قاسمي باسم الاتحاد الجهوي لتيكاس فاقس على هذه المداخله وعلى هذه التوضيحات.